بدي اقعد. اول ما بلشت الكورونا الجائحه الاولى للكورونا يعني كان الوضع فعلا انه نحن كان الدنيا حجر، فانت بتتابع كل الاخبار من السوشيال ميديا، فوقتها كان انه كثير العالم عم تحتاج اسطوانات اكسجين، عم تموت العالم ببيوتها، ما في اطباء عم يطلعوا على البيوت. فهذا الوقت اللي انا قررت فيه انه انا لازم اعمل شيء مفيد يفيد العالم، يفيد اهلي يعني بهي البلد. فلما شفت انه بيعقمها محتاجين متطوعين، فقررت انه انا انزل اتطوع. بلشت الكورونا وبلشت العالم تتأثر صحياً، بلش يصير في وفيات، يصير في حزن كتير كبير بالبلد نتيجة إنه كل شيء تعطل بالحياة. فكان كل التأثيرات عم تكون سلبية، يعني كلياتها خسارة. بس أنا ما تخيلت أبداً إنه أنا أكون حدا ربحان من هذا الشيء. أنا ربحت شريك حياتي وكان له كتير تأثير كتير حلو بحياتي، وصارت حياتي أحلى. عنده لهفة للآخرين، بحب يساعدهم بسرعة، يعني ما بيأجل أمور المساعدة، فوراً دمه حامي يعني فوراً بروح بيساعد. بس هذا الشيء أوقات عم يكون سلبي، لأنه هو عم يهمل حاله وعم يهمل أشخاص مقربين منه مقابل أنه هو يساعد الآخرين. بلشت مشاعري تجاه فران تولد، يعني كان في كتير صراع بين أنه هذا الشخص هو معرض كتير للخطر، وقدامي عم شوفه هو يعني تعرض للخطر، وانه هو كمان حابب انه يساعد، وانه ما فيه كمان هذا المكان انه كثير محتاجه، محتاج الشغل بيحتاج وجود غفران. كان كثير هذا الصراع موجود وعم يدور انه لا، هي الافضل انها تقعد بالبيت وتبعد عن كل شيء مصادر خطر، ولا هي تضلها هون خلص بتعايش شغفها وبتعايش انه هي حابه انه